بونجور، معكم مدام مها. أنا بدرسي 81 من كتابنا غرامير إكسبريكي دو فرنسي. عم ندرس الصيغ، وصلنا على مود إمبيراتيف بعد ما خلصنا المنصوب والشرط والصيغة الدلالية، وجينا هلا على مود إمبيراتيف صيغة الأمر. نحن الأمر بنعرف بالعربي أنت وأنتم، بالفرنسي إذا بدي استخدم للضمائر بدنا ندخل عليهم كمان الضمير نحن، بتصير بمثابة دعوة لي نفعل كذا. وخلينا نشوف شو عم يقولون هون. Levez-vous vite, aurais-je désiré François René de Chateaubriand. الشاعر شاتوبريان عم يدعو العواصف، ايتو العواصف الحبيبة، هبي سريعا. ليش؟ ما بعرف، معصب. L'impératif est un mood, الأمر هو صيغة، mais contrairement aux autres moods personnels, لكن بيختلف عن الصيغ الشخصية الأخرى، كم l'indicatif مثل l'indicatif الصيغة الدلالية أو subjonctif المنصوب. Il n'est pas complet، مو كامل. ليش مو كامل؟ صيغة ما كاملة، لأنه ما بنستخدمها لكل الأشخاص. Il s'emploie sans pronom، بنستخدمه بدون ضمائر. ما في ضمير، ما في تصريف. Il ne comporte que trois personnes، ما بيتعلق إلا بثلاثة أشخاص. من هنن le deuxième personne du singulier اللي هو أنت، toi. Lorsqu'on s'adresse، لما بنتوجه à une personne à qui on dit tu، للشخص اللي بقول له أنت. افتح الباب، سكر الباب، رجع افتحه، المهم أنت. Prends le temps de visiter la ville، خذ وقتك في زيارة المدينة. إلا انفو لابين، بتستاهل الشغلة. لأنت ولا لأنتم؟ la deuxième personne du pluriel، la deuxième personne du pluriel. lorsqu'on s'adresse، لما نتوجه à une personne à qui on dit، يا شخص واحد عم نحترمه، نقول له vous، أو لعدة أشخاص، à plusieurs personnes. prenez le temps، خذوا وقتكم، de visiter la ville، بزيارة المدينة. Elle en vaut la peine. هي بتستاهل هالوقت. Et plus rarement، ونادراً ما نستخدمها، نادراً والله نستخدمها. La première personne du pluriel، ضمير الأول من nous، si on s'inclut، إذا نحن كنا من بين المجموعة concernée المعنية. يعني prenons le temps de visiter la ville، خلينا نأخذ وقتنا في زيارة المدينة. Elle en vaut la peine، تستاهل الشغل. خلاص رح نزور أمرنا لله. غمارك، ملاحظة. Comment exprimer l'impératif lorsqu'il s'agit des autres personnes؟ طيب والباقي كيف نأمرهم؟ نحن ما بنعيش إلا لنأمر العالم. كيف نأمر الهوى؟ كيف نأمر الأنا؟ كيف نأمر الهم؟ Pour la première personne du singulier، بالنسبة لي أنا إذا بدي أمر حالي، إيه لي تخوازي بيرسون دو سينجلي، والإيل والإل المفرد، أو الإيل والإل بالجمع. لو سوبجونكتيف بريزون رومبلاس الإمبيراتيف، إذا هي كتير مهمة. الأمر هاد المنصوب هو اللي بحل محل الأمر، إذا صيغة المنصوب هي اللي بتحل محل الأمر. كيف؟ كو جو سوا شانجي أون بيير سي جو مو، هي نحن نقولها. إن شاء الله يا ربي أتحول لحجرة إذا كنت عم بكذب. إن شاء الله يا ربي أصير حجر إذا كنت عم بكذب. من أولى كو جو سوا شانجي، فلأتحول. جو في بيان، يعني أنا بدي كون ما شانج، إنه أنقلب. إن شاء الله بنقلب لحجر. سي جو ما، إذا كنت عم بكذب. كيلاي فيزيتي لا فيل، خليه يروح، فليذهب لزيارة المدينة. إلا انفو لابين، تستاهل. يعني الفو كيل بخيل للتان، لازم ياخد وقته ويروح يزور المدينة. لمود امبيراتيف، هلا حكينا عن الغائب والأنا. أما بالنسبة لصيغة الأمر فهي كومبورت دو تان، في إلى زمانين، بريزان أو باسي. بريزان هو دايما مستخدمه، فريكان دايما مستعمله، أو باسي هو موان اوتيليزي، قليل الاستخدام. فورمي بتألف من أوكسيليير إيتر أو أفوار، الفعل المساعد إيتر أو أفوار بالأمر، يعني سوا سويون سويي أو أيو أيي بالإمبراتيف، مع البارتيسيب باسي دو فيرب. كيف؟ خلينا نشوف.
l'impératif présent, الأمر بالمضارع. On donne un ordre, منعطي أمر. On exprime une prière, منعبر عن رجاء. Ou on situe l'action dans un futur immédiat. ومنحدد فيه الفعل في عمل في زمن مستقبلي. مثلا serre-moi à boire s'il te plaît. يعني خدمني أو مخدمني جيب لي شيء أشربه. serre-moi à boire, قدم لي شيء أشربه إذا بتريد. يعني لازم ما له ما سوى لسه, بس كأني أنا عم بحدد هالأكسيون dans un futur immédiat بالمستقبل الفوري. يعني هلأ جيب لي مي, يعني هلأ جيب لي شيء أشربه. passez moi ce livre, ناولني هالكتاب s'il vous plaît, إذا بتريد ناولني الكتاب. passez moi, طبعا لسه ما ناولني, بس عم بعطي أمر لمستقبل immédiat, هلأ فورا بده يعمله. أو on situe l'action dans un avenir plus ou moins lointain, أو لمستقبل أبعد. posterior, بعيد عن اللحظة اللي عم نحكي فيها. البريزان هو هلا عم نحكي, هلا ناولني, هلا شربني, هلا أعطيني. بينما اللي بيكون أبعد شوي عن لحظة الكلام, مثل زالت revenez à 18h, رجع الساعة 6 المساء. ce sera fait, مفهوم, هذا كلام ما منه مهرب. يعني خلص ثقافية, تمام, تم الأمر, حسم الأمر, محسوم. بتكون هون الساعة 6 المساء. ce sera fait, محسوم. n'oublie pas d'aller chercher les enfants à l'école ce soir, لا تنسى تروح تجيب الأولاد من المدرسة المساء. هلا في معنا وقت, هلا هي عم تحكي مع جوزها عم تقول له جيب الأولاد, بس في وقت ما هدايا بده يجيبون. الأكسيون هو posterior, بعيد عن المومون دو لينونسياسيون, بعيد عن لحظة الكلام. رجع قبل الساعة 6 أو رجع الساعة 6, لسه الساعة ماي 6, أعطينا مجال للمستقبل. فإذا هو يا بيعطيني امبيراتيف هلا, يا امبيراتيف لبعد. أما الامبيراتيف باسي اللي بستخدم له الفعل المساعد être أو avoir بالامبيراتيف مع البارتيسيب باسي, فأيمت بستخدمه؟ le procès doit être achevé, يعني لازم العمل يكون انتهى. dans l'avenir, بالمستقبل. à un moment souvent, بلحظة بتكون. exprimé, عبرنا عنها. par un complément بمفعول, ou une subordonnée circonstancielle de temps, أو بجملة ظرفية زمنية. كيف, un complément كيف. soyez rentré avant minuit, بدك تكون رجعت. بدك تكون رجعت, هون هي غير رجع, هي غير غفني, هذا امبيراتيف باسي. بدك تكون رجعت قبل ما تصلي, فهمان كلكم فهمانين. سويي رانتري, بتكونوا هون قبل نص الليل. tu peux aller à cette fête, تقدر بتروح على هالحفله. بشختو, لكن قبل كل شيء. سوا غفني, بتكون هون رجعان. avant que le métro s'arrête, قبل ما يوقف المترو, عن يعني في التوقيت, قبل ما يوقف المترو بدك تكون رجعت. soit revenu, بتكون رجعت. هذه استخدامات الامبيراتيف présent ou passé. كمان شو هي الفالور اي امبلوا, عن شو بيعبر. استخداماته التانية, الامبيراتيف سير بعبر عن exprimer une injonction, تعبير عن طلب, عن أمر, إعاز. qui peut aller, ممكن يتراوح بين de l'ordre, الأمر plus ou moins brutal, أمر حتمي يعني فظ هيك فجأة. descendez de là immédiatement, هاي الأم بتقول له ابنك تنزل لهون فورا, أمر هذا brutal. أو à la prière, يعني نعطي شوي فضفاض مخفف. écoutez-moi, اسمعني, je t'en prie, إذا ممكن, اسمعني إذا بتريد. لو قلبي بغلي منك, بس اسمعني إذا بتريد. أعطيت شوي مجال يكون moins brutal, أقل فظاظة. le sens le plus naturel, أما المعنى اللي أكثر شيء نعتاده على الامبيراتيف فهو الأمر.
وشو كنت خير أو عكسه النهي. لا ديفونس قهوية أمر ينهي. أبخني سيت لسون، تعلم هذا الدرس. مي نو فيت با لي زيكسيرسيس، بس لا تعمل التمارين. Il peut exprimer بيعبر عن. Le conseil النصيحة. Sachez attendre تعلم انتظر. Soyez patient كون صبور. Tout va s'arranger كل شي رح يمشي تمام. Le souhait الأمنية. Passez un bon week-end قضوا لقطة سعيدة. Soyez en forme lundi ورجع لهون وانت بصحتك ورجع وانت بخير. يعني قضي عطرتك ورجع لهون يوم التنين وانت بخير. وين التنين؟ التنين. لا بخير الصلاة الرجاء الدعاء. فتك الغير سيس يا ربي ينجح. اي بيتي دنو يا ربي ارحمنا. فليرجع خلي يرجع. اشفق عليه ارحمنا يا الله. لو ما مكتوب يا الله بس هي بالبخير بالصلوات. كاتخ لا بوليتيس فيرمي فورميل انا فيرمي. الادب تهذيب اللباقه يعني مو في رفع كلفه. لا ما في رفع كلفه وخاصه بالكتابه بنقول فيي وتفضل بي. فيي تروفي سي جوان وتفضل بمشاهده باخذ الدوكيومون الوثيقه المرفقه que vous nous avez demandé التي طالبتها مني. وتفضل باخذ الوثيقه المرفقه التي طلبتها منا. veuillez agréer وتفضلي سيدتي مدام او مسيو سيدي بقبول l'expression de mes salutations distinguées. أماني أو تحياتي يعني فائق التحية. فائق تحية. وتفضل سيدي أو تفضل سيدتي بقبول كامل تحياتي. la condition الشرط. fini ton travail خلص شغلك. Et tu pourras rejoindre tes copains. خلي شغلك وتحسن بعدين تنضم لرفقاتك. يعني كأني عم بقول له si tu finis ton travail إذا بتخلص شغلك tu pourras rejoindre tes copains بتقدر تنضم لأصدقائك. فاستخدمته كأمر. l'opposition أو la concession التضاد أو التجاوز. خيي مناسي صراخ وهدد. Supplier ou étranger. Nous ne viendrons pas sur notre décision. Nous ne reviendrons pas sur ma rachne traja en kararne. Spatsih, betheddid, tetraja, ma rachne traja en kararne. Yani ma ahla hona djubal. Même si vous criez, yani kanni hatta law sahat. Menasi hatta law haddadit. Hatta law traja. نحن ما رح نرجع عن قرارنا. يعني لا تعذب حالك. une vérité intemporelle الحقائق الخالدة اللي ما له وقت محدد. souvent sous la forme de proverbe تجي دايما على شكل حكم. travailler اعملوا. prenez de la peine وتعبوا. اشتغلوا وتعبوا. c'est le fond qui manque le moins. لأنه المال هو يعني هالعمل هذا هو أقل جهد. يعني هي أسهل طريقة ما بتعب للحصول على المال. يعني ما بده يعني لو تعبتوا واشتغلتوا هذا أقل شيء ممكن للحصول على المال. سي لو فو يعني هو المال كي مونك لو موان اللي بيجي فيه من خلال التعب. هذا اللي بقصيدة لافونتين لما بيحكي لاب مع أولاده بيقول لهم نقلبوا الأرض وبحثوا عن الكنز واشتغلوا. هيك بتحصلوا هذا أقل شيء أسرع شغلة بتجيب لكم مال. يعني ما بدها كتير جهد عم تشتغلوا انتوا بالأرض. فهو أو بعود بيجي المال بتطلب. هذا أقل شيء بتطلبه وجود المال. نجوا بقى افيك لو فو لا تلعب بالنار. ما في بتحرق أصابعك. هي عنا. ne mettez pas tous vos œufs
ضل من باني، لا تحط كل بيضك بنفس السلة، قسم البيض هون وهون لحتى لما بتخسر من جهة تكون ضمنان الجهة التانية. Ne vendez pas de la peau de l'ours avant de l'avoir tué. لا تبيع جلد الدب قبل ما تقتله. قلت له بالأول بعدين بيوم بجوز ما تحسن تقتله، كيف بتبيعه؟ ترتب على حالك ديون. En avril, بنيسان، ne te découvre pas d'un fil. تغطى منيح. En mai, fais ce qu'il te plaît. واعمل بأيار اللي بدك إياه. يعني نيسان لا تأمنه لأنه ممكن ياخدك برد. لا تكشف الغطاء عنك ولا شعراي، بس بأيار اعمل كما يحلى لك. حلوين هالحكم، لا بيغاتيف او ستيل ديريكت، اما الامر بالاسلوب المباشر سي ترانسفورم، بتحول الى مصدر، وراح ناخده بعدين بالاسلوب غير المباشر. او ان سبجونكتيف، يا بتحول لمصدر قبله دو، يا الى منصوب بالاسلوب الغير المباشر. ferme la fenêtre s'il te plaît، سكر الشباك اذا بتريد. Je te demande، عم بطلب منك، de fermer، حولت فعل ferme إلى de زائد مصدر، عم بطلب منك تسكر الباب. أو je demande que tu fermes la fenêtre، هاد هستخدمنا السبجونكتيف. Je demande que، حطينا الفعل بالسبجونكتيف، هلا هو مو مبين سبجونكتيف بس هو سبجونكتيف. Soyez poli، كن مهذبا. Je vous prie، أرجوك، d'être poli، أن تكون مهذبا. حطينا دو، رجعنا شوية بالريت للمصدر. أو je voudrais، بدي، que vous soyez poli، أن تكون مهذبا. استخدمنا فيرب إيتر بالسبجكتيف وقبله فعل الإرادي je voudrais، الرغبة، مع que. وقالوا لنا رح نرجع لدرس الديسكور انديريكت. وصلنا على فورماسيون دو لامبيراتيف، كيف بصير فعل الامر. رح اوقف هون وبعتبر درسي الـ81 خلص. كانت معكم مدام ما بتكون. اوغفوار.